عشان العريس هو اللي بيفرح. اللي يحب النبي هيسقف كده والنبي. اللي يحب النبي هيسقف بقى رجاله. احنا هنعمل حاجه دلوقت هي بالحب للاخر. هنقول ايه بقى؟ وارجع تاني واقول لك انا الخيار. انا مش هدي المايك لحد لما العريس اللي يقول لي. انا مش هدي المايك لحد بناء على طلب العريس الا لما العريس اللي يقول لي. الفلسطيني 14/10 كل الفرح بيرما بيقول محمود الخيار 14/10. الفلسطيني عبد السلام من بيرما المسيور باسم ابو رفعت. مصر كلها بتقول ايه؟ الدهلة بيقول هتلر مصر. والمعلم اسامه الشرقاوي بيقول عبد السلام. وطالما قلنا نفس القول، طالما قلنا اقتامه، يبقى عايزين نسمع السم اكل وشرب والبعد زي القرب والعدو صبح حبيب واحنا اللي بقينا غرب والناس لبست الخليج وقلعوا بيت العرب.